أكد وفد الشعبة البرلمانية المشارك في اجتماع اللجنة الدائمة المعنية بشؤون الموازنة والتخطيط للجمعية البرلمانية الآسيوية والمنعقد في العاصمة القطرية الدوحة برئاسة سعادة النائب أحمد السلوم نائب رئيس الجمعية البرلمانية الآسيوية رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس النواب، أكد أن مملكة البحرين تدعم كافة برامج ومشروعات المنظمات البرلمانية والإقليمية الدولية وتعمل على تعزيز الدبلوماسية البرلمانية في المحافل الإقليمية والدولية. وأشار وفد الشعبة إلى أن هذا الاجتماع الآسيوي يكتسب أهمية خاصة نظرا لأنه يناقش جملة من القرارات الهامة في إطار اهتمام مملكة البحرين الخاص بقضايا التنمية المستدامة بما يعزز أطر التضامن والتعاون الآسيوي.